السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. غادي نتلاقاو معكم تاني إن شاء الله في هذا البرنامج الصغير المفيد إن شاء الله ديال الأربعة ديال الأشياء. إن شاء الله أربعة أشياء غادي تفيدنا في كل درس غادي نقدمه لكم في هذا في هذا في هذا في هذا البرنامج. لا مايونيز، كنعرفوا لا مايونيز، أن كلنا كنعرفوا لا مايونيز، كاين اللي كيطلعها كتنجح ليه، كاين اللي كيطلعها كتفشل ليه، كل واحد يعني ولا بد واحد يجي واحد النهار لا مايونيز ديالك تفشل. لا مايونيز ديالنا الا فشلات اشنو غادي نديروا لها باش نقدوها وباش نخرجها تكون زوينه؟ اول ما قبل كل شيء مرحبا، لا مايونيز ديالنا هي كالتالي ان شاء الله. هاد لا مايونيز ديالنا فاشله فاشله 100%. اشنو غادي نديروا ليها الا بغينا نقدوها؟ دائما ملي تخسر لكم لا مايونيز وبغيتوا تنقدوها وبغيتوا تخرجوها مزيانه، عندكم اربعه د الحاجات غنديروهم. اول حاجه ان هاد لا مايونيز ديالنا نقدروا نقدوها، ها هي خسرات، اشنو غندير لها؟ نقدر ندخلها للثلاجة 10 دقائق ونخرجها ونطربها غادي تطلع ليا مزيان. ها وحدة، لان علاش؟ السبب ملي كتكون سخونية في الجو كتر من 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 النورمال، يعني لا مايونيز كتخسر ما كتطلعش مزيان. الا خصها، لان لا مايونيز كيخصها ما تكونش يعني سخونه بزاف، ملي كتسخن بزاف ما كتندمجش ما كتجمعش. هذه من جهه، هذيك هي يعني الاصلاح الاول، اننا ندخلوها الثلاجة 10 دقائق ونخليوها ونخرجوها ونطربوها تطلع لينا. العمليه الثانيه اللي هي باش نقدو لا مايونيز ديالنا، كناخذ واحد المعلقه صغيره من لا مايونيز الخاسره كنحطوها هكا، كنحطوها بحال هكا، كنضيفوا لها واحد المعلقه ديال الماء بارد وكنخلطوا هاد لا مايونيز ديالنا وكنضيفوا ليه شويه بشويه هاد لا مايونيز الاخرى ونخلطوا. دائما كناخذوا من لا مايونيز كنضيفوا لهنا حتى كتطلع لينا لا مايونيز ديالنا مزيان. غادي نخدمو التراب اليدوي نزيدو ونضيفو شوية نضيفو حتى نكملو الكمية ديال لا مايونيز ديالنا الخسرة كاملة. هانتوما كما تلاحظوا معنا ان لا مايونيز ديالنا ها هي بدات كطلع، باش ما كنطربوها كتجي شاده راسها وكتجي طالعه مزيان. باش نصلحوا لا مايونيز ديالنا، يعني لاستوس الثالث ان شاء الله، وهو عباره اننا ناخذوا واحد المعلقه صغيره ما كاملاش ديال لا مايزينا نخويوها بحال هكا ونخوفوا منها شويه د الماء هكا، غير شويه د الماء ماشي بزاف، نخلطوها هكا ونكتروش الماء غير شوية، نخلطو هاد الماء ديالنا هاد لا مايزينا ديالنا هكا، وغادي نضيفو ليها هادي شوية بشوية كل مرة نخلطوها. هانتوما هنا كنضيف، غادي ناخدو باش نخدم معلقة كبيرة
ونبدا نزيد هنا نخلط تنوصل لهاد المرصغه. غادي نجيب الطراب ديالي ديال الكهرباء ونضيف ونبدا نضيف لا مايونيز ديالي الخاصره بحال هكا ديال الكميه اللي كلشي عندي ديال لا مايونيز. هانتوما بارك عليها. هانتوما شفتو ها الاولى ها الثانيه الثالثه. قلنا لكم الا جاب الله خسرات لكم ما بغيتوش ديروا هاد لي زاستوس الثاني والثالث، غادي ديروها في الثلاجه تبرد وتخرجوها طربوها بالطراب، دائما بالطراب كنصحكم تخدموا طراب الكهربائي لانه سريع جدا وكيعطيها واحد القوه باش دغيا تجمع لينا ان شاء الله. دائما من الاحسن ديروا بحال هاد هذا اللي عنده السنان بحال هكا، وهذا كيطلع على مايونيز احسن واحسن. هذه الرابعه ان شاء الله كنجيب واحد صفار البيض، واحد صفار البيض يعني كامل، كنخلوه في واحد الباسينه بحال هكا، كناخذ شويه من هاد لا مايونيز ديالنا كنخلطو معاه بحال هكا، وكنجيبو لا مايونيز ديالنا الخسره كنخوها بحال هكا، كنجيبو لا ماشين ديالنا نضيفو لا مايونيز ديالنا كامله بحال هكا، كنديروها كامله ها هي لا مايونيز ديالنا. يعني وريناكم 3 4 ديال لي زاستوس اللي يمكن لكم ان شاء الله تخدموهم تخدموا بهم لا مايونيز ديالكم الا طاحت لكم، ما ترميوهاش، غادي ديروا هاد الاربعه لي زاستوس يا تخليوها في الثلاجه يعني تتبرد مزيان وتخرجوها وتضربوها طلع لكم، يا ديروا الماء يا ديروا المايزينا بالطريقه اللي وريتكم، يا ديروا صفار ديال البيض بالطريقه اللي وريتكم ان شاء الله. هادو هما لي زاستوس ديالنا ان شاء الله اللي غادي ينفعوكم في لا مايونيز. كناخذ جميع المايونيز ديالي كندير ليها بحال هكا باش نفينيها، يعني نصوبها مزيان نعطيها واحد الكو ونعطيها واحد المذاق رائع ان شاء الله. انا غادي نوريكم كيفاش. ها هي هاد لا مايونيز، راه يمكن لينا نسموها بطريقه ماش بغينا، نسموها نديروا ليها الملحه وديروا ليها اي نوع ديال المذاق بغينا ان شاء الله. هذه الملحه ندير ليها شويه البزار نكمل ليها التنسيمه ديالها. كندير شويه ديال البصل، بصل اللي هو عباره عن هكا، ندير ليها شويه ديال الطرخون كيعطيها واحد المذاق رائع، نحكو فوق منها بحال هكا، وندير ليها شويه ديال الثومه هكا، ونفينيها يعني نضربها مزيان. ها انتوما كتشوفوا
هذه هي لا مايونيز ديالنا، هانتوما كتشوفوا كتجي هائله وكتجي رائعه، حتى في المذاق ديالها كتجي ممتازه، يعني ممتازه جدا. لا مايونيز ديالكم اللي تخسر ما ترميوهاش، من فضلكم صوبوا بهذه الطريقه. نتمنى لكم التوفيق ومرحبا بكم ان شاء الله برنامج جديد راسلات العشاء هذه. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.